السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشاق أخبار محترفين المغاربة، اليوم الخوت جبنا لكم أخبار جديدة على يوسف النصيري. كما كتعرفوا بعد التألق مع نادي ديالو إشبيلية، باقي الفرق كبار خصوصا من الكالتشيو ولاو كيتهافتوا على توقيع يوسف النصيري. غادي نشوفوا كالتشيو ميركاتو شنو قالت في هذا الموضوع. هذا افاد الموقع الايطالي كالتشيو ميركاتو بان نادي روما ابدى بدور اهتمامه بالتعاقد مع الكوليادور المغربي يوسف النصيري. وقال الموقع بان دياب العاصمه الايطاليه بات يراقب وضعيه صاحب مهام الاسود والنادي الاندلسي في افق رفع اتصالاته مع اشبيليه من اجل انتداب النصيري. وما يعزز اهتمام نادي روما بالدولي المغربي هو عدم تجديد عقد مهاجمه الصربي ايدين تشيكو اللي كيبلغ من العمر 34 سنة، إذ من المنتظر أن يرحل عن النادي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يسعى روما لتعويض رحيل المرشح لمهاجم الصربي بجلب مهاجم جديد، وعينه بحسب ذات الموقع تتجه نحو المغربي يوسف النصيري. كما كتعرفوا الخوت يوسف النصيري تبارك الله عليه ولاو أكبر الأندية في العالم كيطلبوا توقيع ديال اللاعب يوسف النصيري، وإلى جانب الأندية الإيطالية الثلاثة التي بدأت تتابع وضعية الأسد المغربي، هناك أيضا نادي ويستهام الإنجليزي والذي دخل في مفاوضات جادة مع إدارة إشبيلية من أجل ضم يوسف النصيري، وتقدمت إدارة الفريق الإنجليزي بعرض مالي في حدود 30 مليون يورو. إلا أن الفريق الأندلسي رفض مناقشة الأمر لحاجته للاعبه، كما أن الأخير عبر عن رغبته في البقاء ضمن نادي. يعني يوسف النصيري باغي يكمل معهم هذا العام، وأنا كنظن بأن يوسف النصيري العام الجاي إن شاء الله غيكون في شي فريق كبير. المهم الخوت قول لي في التعليق ديالكم شنو كتمنى ليوسف النصيري وشنو الفريق اللي غادي يجي معاه. المهم كنساينكم في التعليق. المهم ما نطولش عليكم الخوت، نتلاقاو في فيديو الجاي إن شاء الله، ومع السلامة.